في حياة كريمة تشارك جامعة جنوب الوادي في أنشطة هذه المبادرة منذ انطلاقها، حيث قدمت الخدمات العلاجية إلى 68,363 مواطن من خلال 111 قافلة طبية بشرية ضمن 356 قافلة نظمتها الجامعة في مجالات متعددة، منها القوافل البيطرية لحماية وتنمية الثروة الحيوانية وقوافل الإبداع الفني والتوعية بمخاطر الإدمان وقوافل الرياضية. هذا وقد نظمت جامعة جنوب الوادي فعاليات ندوة تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة. كما أسهمت الجامعة في محو أمية ما يزيد عن 32 ألف مواطن من خلال مشاركة طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار. الندوة الهدف منها رفع الوعي بأنشطة وفعاليات هذه المبادرة التنموية الأضخم، مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتغيير وجه الحياة في الريف المصري ودعم القرى المصرية. يمكن المبادرة كما أسلفت أو كما قلت أو كما أقول دائما أنها هي المبادرة الأضخم على مستوى العالم، ليس هكذا هو الحديث، إنما هو حديث المؤسسات الأممية المعنية بتصنيف المبادرات. الندوات دي كان هدف منها الرئيسي هو توعية الشباب بالجهود التنموية والشبابية اللي بتنفذها المبادرة الرئاسية داخل الجمهورية وتحديدا في محافظتنا. في محافظتنا تحديدا لو احنا هنتكلم عن المبادرة الرئاسية المشروعات اللي تمت فيها، فاحنا شغالين في المرحلة الأولى دلوقتي على 5 مراكز. ندوة أكثر من رائعة، والولاد اتعرفوا من خلالها على مشروعات حياة كريمة في داخل محافظة جنة، وطبعا ده كان ليه تأثير إيجابي وكان في تفاعل مع طلاب، وطبعا هيبقى في زيارات إن شاء الله يوم 20/10 الشهر دوت لمشروعات حياة كريمة في داخل مركز جوص في محافظة جنة. استفدت إن عرفت أكتر عن المشروعات اللي بتحصل في الدولة في الفترة الأخيرة، وطبعا بمجهود ومساهمة مؤسسة حياة كريمة طبعا في الفترة الأخيرة عملت نشاط هايل في تطوير القرى وتطوير المباني وتطوير حاجات كتيرة في الدولة. استفدت من المبادرة انها عملت حاجات كتيرة في الصعيد واول مرة تحصل هنا في قنا، واستفدنا انه كمان عمل حسن من الطرق وعمل صرف صحي وعمل مدارس وساعد بيوت وناس محتاجين جدا، واستفدنا منها حاجة كبيرة قوي واول مرة تحصل هنا. اتكلمنا عن مؤسسة حياة كريمة والمبادرة واحنا بنعمل ايه وبنشتغل ازاي، كمان دعناهم لهم يبقوا متطوعين معانا ويشاركوا معانا في نشاطات المؤسسة، ولقينا منهم ترحيب كبير جدا، وان شاء الله هيكونوا نواه وجزء كبير من شغلنا كمؤسسه في الشغل الميداني اللي احنا بنعمله.